نتمنى تكونوا بخير. فيديو اليوم هو فيديو عن مشترياتي. قبل ما نبتدي بالفيديو حابة أقول لكم إشي كتير مهم. قوانين اليوتيوب جدا تغيرت، يعني بمعنى لو اليوتيوب شاف إنه ما في تفاعل مع الفيديو، ما في لايكات، ما في شير للفيديو، ما في تعليق، يعني الفيوز لوحدهم مش هالقد مهمين بالنسبة لليوتيوب اللي هي بس روبو اللي بيحرك هذه الأشياء، فممكن كتير ما تتوصلوا بفيديوهاتي. فبليز إذا عجبكم أي فيديو من الفيديوهات اللي بطرحها على القناة وشفتوه ما تبخلوا علي بلايك، وإذا شايفين إنه حدا من أصحابكم أخواتكم هيك ممكن الفيديو يفيدوا اعملوا له شير، بعتوا لي إياه على الواتساب حتى أول شيء تحفزوني، لأنه أنا لما أشوف إنه فيديوهاتي ما عم يوصلوكم كتير تجيني بالتعليقات والله زمان شأنا لكم وأنا لسه منزلة فيديو مثلا بس من أسبوع، بيصيبني شوية إحباط حتى ما أخبي عليكم، وعشان هيك صرت شوي بتأخر بالفيديوهات لأنه بقول أنا بتعب بالفيديوهات وما بيوصل لمتابعيني أو بيوصلهم على شهر. يعني أنا أخواتي اللي هم أخواتي بتجيهم نوتيفيكيشن بعد شهر إنه أنا نزلت الفيديو، فهاد شي مش طبيعي. فما تبخلوا اللايك مجاني والشير كذلك مجاني، والتعليقات دائما مجانية إذا فاتكم الفيديو، إذا عجبكم، إذا حابين يكمل لايك لهذا الفيديو قبل ما نبلش، وخليكم مع الفيديو. فيديو اليوم هو فيديو عن مشترياتي. مشترياتي اليوم هي مشتريات من أماكن أو من محلات متعددة. في مشتريات اللي هي بيجامة، مشتريات اللي هي لبس لكل يوم، وكذلك مشتريات للأولاد الصغار. نبتدي مع أول مشتريات. أول شيء من مشترياتي أنا حطيتهم كلهم في هذا الباغ حتى يسهل علي الأمر، اللي هو هذا المونتو من زارا، والحلو فيه إنه يليق لكل المناسبات، يعني يليق مع الجينز، يليق مع فستان طويل، وكذلك يليق للمحجبات وغير المحجبات. وعلى فكرة سخن، يعني في ظل هذا البرد اللي نحن عايشينه بأوروبا. سعره الحقيقي كان 139 يورو، كانوا وعاملين عليه تخفيض بالزارة 99 يورو، لساتهم موجودين. فشوفوا لي هاد، صراحة حبيته كتير. وبما أننا في برد فحنخلينا مع الفيست، يعني الجاكيت. هيدا اشتريته من موقع شيئين اللي حقولكن عليه، هو رطب على فكرة من برا وكده، حتى من الداخل بيعطي إحساس بالسخونية، بس إذا أنتوا طوال مثل حالتي فما حيليق ليكم لأنه الكمام قصار، وكذلك من ناحية الطول هو شوي قصير. أنا فكرته حيكون شوي طويل فهو شوي قصير، يعني للبنات اللي مش طويلات ممكن يليق ليكم، بس البنات اللي طويلات مثلي لا ما حيليق ليكم. من موقع شيئين أخذت هيدا البيلوفر، اللي على فكرة إذا أخذتوه لازم تلبسوا شيء تحته لأنه بيجي شوي شفاف ومش طويل، يعني إنه طوله عادي، فبالنسبة للمحجبات أكيد لازم يلبسوا شيء طويل من فوقه. فأنا كتير حبيت اللون، ما بعرف إذا عملت لكم شي صورة عليه على الانستغرام أو لا، مش متذكرة على فكرة. حنروح لبيجامة. هيدا من عند أنديز، هيدا البيلوفر، وسعره الحقيقي هو يعني 19 يورو 95، بس كانوا عاملين عليه تخفيض يمكن 50%، فكتير حبيته. معه بنطلون يعني تشتروه لوحده، بس أنا ما كتير حبيته للبنطلون فما أخذته لهذاك البنطلون، لأنه في كتابة بالأسود فممكن نطبقه مع أي بنطلون أسود. كذلك من نيو كوليكشن من أنديز، يعني هاد ما فيه تخفيض ابدا، اخذت هيدي البيجاما. هقول لكم سعرها 17 يورو 95، واخذت له البنطلون. على فكره ما بيبيعوهم مع بعضهم، يعني تشتروا البنطلون لوحده والبيلوفر لوحده، خفيف على فكره، فاخذت له البنطلون هيك. اكيد حتشوفوني لابستون، وسعر البنطلون هو 16 يورو 95، يعني فرق يورو بين الاثنين، ححطهم هيك 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 حدبهم بعدين. لساتنا مع أنديز، ويوم عملت لكم سناب وانا لابسه هذه البيجاما كلكم قلتوا لي انه البيجاما حلوه، وسالتوني من وين اشتريتها، فهي اشتريتها من أنديز، وكذلك عاملين لها تخفيض، بظن كمان سعرها كان شيء 19 يورو 95، وعاملين له تخفيض 50%.
وعنده بنطلون اللي هو كذلك تشتروه لوحده، كل واحد على حدة. بنطلونه بيجي بهذا الشكل، غير نوع القماشة، بس هو الرسم نفس الشيء، يعني اللي على هاد هو اللي على هاد، فكمان كتير كيوت. أنا كتير على فكرة مولوعة بالبيجامات، ما بعرف إذا أنتوا مثلي، بس لسه ما خلصنا مع البيجامات. هيدي البيجامة من محلات هانكي مولر، كتير كيوت. شايفين البيلوفر شو كيوت؟ وعلى فكرة هيدا البيلوفر ممكن تلبسوه حتى مع جينز، هفرجيكم بنطلونه كيف، كذلك تشتروا كل واحد على حدة. وهيدي نيو كوليكشن، فيك عندهم موقع على فكرة على الانترنت كذلك، إذا لقيت على فكرة الأغراض على الانترنت ححط لكم إياها. هاد البنطلون سعره 26.99، يعني 27 يورو، والبيل بيلوفر سعره 21.99، يعني 22 يورو. بس شوفوا لي مش كيوت؟ حلو حلو. نسيت أقولكم، لأنه أنا بشوف حالي إنه هاد كمان اشتريته من موقع جينز أندستري، كتير حلو هيدا البيلوفر، حاطة لكم صورة وأنا لابسته على الانستغرام. باي ذا واي، إذا لسه مش متابعيني على الانستغرام، شنو بعدكم ناطرين؟ كتير بعمل مسابقات على الانستغرام وكذلك على السناب شات، الحسابات أكيد مبينة هون أو شي مطرح هون، فما تترددوا تابعوني هونيكي. جينا هيدا البيلوفر كتير حلو، قلتلكن إنه هيدا الفترة، رجعنا قلتلكن إنه هاد الفترة هي فترة البوردو، لون البوردو. هيدا البيلوفر من موقع روموي، كتير حلو، والحلو فيه إنه طويل، يعني بيليق للاثنين، محجبة أو غير محجبة. من نفس الموقع، يعني موقع روموي، أخذت هيدا الجينز اللي كتير حبيت لونه، بس هو طالع تاي أوت، يعني بيوق لفوق الخصر أو للخصر. بس المشكلة وين؟ المشكلة إنه أنا خصري ضعيف وأرداف كبيرة، فمن ناحية الأرداف كان كتير صغير، مش كتير صغير، سوري، كان صغير شوي، يعني حسيته كابس على أردافي، بس من ناحية الخصر شو طلع كبير. فما بعرف إذا أنتوا بتصير معكم هذه المشكلة، أنا مش أول مرة بتصير معي، لما يكون البنطلون بيصير بيوقع وأنتوا ماشيين كل شوي لازم اللي بتصير معها تقول لي يا بالتعليقات وكيف بتعملوا. أنا أوقات بتطلع ورايا هيك يمين شمال، وراي ما في حدا، وراح البرستيج اذا شافكم حدا وانتم طلعوا بهالطريقه. خلصنا من لبس الكبار، نروح للبس الصغار بالنسبه اللي حابين من H&M اشياء. اخذت هيدي الجاكيت لسفيان، روعه روعه روعه، بتجنن يعني كثير. شوفوا قديش كيوت، يعني بتجنن على فكره. من اشياء كله نيو كوليكشن اللي اخذتها، ما في السعر، بس بظن انه هيدي سعرها كان 19 يورو 99، يعني 20 يورو خلونا. وهيدا هيدا الشيء لي كمان، شوفوا قد كيوت، يعني بموت بلبس الاولاد الصغار، ما ادري ليه. يعني يا ماما شو بجنني، على احضنك انا، على احضنك. اخذت كمان نيو كوليكشن وبظن كمان 19 يورو 99، يعني بهيك النواحي. هيدا مع بنطلون، كذلك تشتروهم متفرقين يعني، بس انه بيشبهوا بعضهم. شوفوا البنطلون كيف مع هاد، بظن كل واحد فيهم سعره 9 يورو 99. هدولي بطبقهم معي هيدا، تعرفوا كيف بيجي، يعني قلبي هيك بيرف بحبه. وكذلك من اشياء اشتريت هيدي الشوز، سوري هي شوي مش نظيفة لانه لبسهم اوريدي، فلانه لو نطر انه سوي الفيديو ويلبسهم ما كان حيلبسهم، فهدول بطبقهم مع هدول، وعلى فكره كثير مريحين لانه بيلبسهم، صار يلبسهم كثير. كمان من اشياء وكمان نيو كوليكشن، حنضلنا مع اشياء. هيدا كمان كوليكشن جديده، من الكوليكشن جديده 9 يورو 99، كثير حلو كثير حلو كثير حلو. ما بعرف اذا اولادكم او اخواتكم واولاد اخواتكم بيحبوا الديناصورات، سفيان بيعشق شيء اسمه ديناصور، فاخذت له هاد كمان 9 يورو فاصلة 99. قلت لكم كل شيء من اشيام هي كوليكشن الجديده، ما كان في تخفيضات كثير بالنسبه للاولاد الصغار، او ما بعرف، بس انه اول ما بتفوتوا بالطابق اللي فيه تعملوا الاولاد الصغار، اول شيء بوشكم هي الكوليكشن الجديده. ف بعرف اذا انتم مثلي، انا لما اروح اشتري بالتخفيضات بشتري كوليكشن جديده، ليش رايحة؟ ليش بالتخفيضات؟ روحي بعدين. هيدا البيلوفر كذلك ب 9 يورو 99،
كمان كتير كيوت. ومن زارا اشتريت له هيدا الشوز اللي سعره 34 وشوي او 35، يمكن كان سعره 49 وعاملين له تخفيض، فحلو حبيته كمان. خلصنا من الملابس. على فكرة انا ممكن كتير ناسي اشياء اشتريتها خصوصي لسفيان لانه لبسها وما بعرف اذا هيدي جديدة او مش جديدة، فما حطيت لكم كل شيء. بس اللي حابة اقولكم انه بالنسبة للولاد الصغار، اذا حتسألوني من وين بحب للولاد الصغار، الولاد مش البنات، بحب اشتري له، بحب اشتري من محلات اوكي دي، بحس كتير حلو. وعلى فكرة مشتريت له اشياء بس قبل التخفيضات، فما حطيتها بعد الفيديو اللي هي الجاكيت وهيكي. فانا كتير بحب محلات اوكي دي، هي شوي غالية بس حلوين ملابسهم حتى نكون صريحين. وزارة كذلك للأولاد وأشيم كتير حبيتها، وما كان في بس ملابس اللي بنشتري كذلك كريمات وأشياء تانية. فأنا هدول مش مشتريتهم، هدول وصلوني من بيوديرما. هيدا الويل دو دوش، يعني جيل، مش جيل شاور بس هي أويل شاور، يعني بتغسلوا فيه بيعطي نعومة وترطيب للجسم. هو معمول أكتر شيء للبشرة الحساسة والبشرة الجد ناشفة، أو اللي تعرفوا خلال لما يكون البرد بتصير عندنا نشفان، يعني ديزيدغاداسيون بالبشرة تاعولنا. فهيدا من بيوديرما، وكذلك من نفس الماركة بيوديرما اجاني هيدا الكريم اللي ممكن تحطوه على المناطق اللي حاسين فيها نشفان اوفر، يعني نشفان كبير، فهو بيجي على هذا الشكل. ان كان على بشرتكم، على وشكم، عنقكم، جسمكم، فلكل الجسم هاد. والجيل شاور او الاويل شاور كذلك. اموغ اموغ، ما بعرف اذا بتعرفوه على هيدا البرفيوم، بس هو كتير معروف ومن زمان، يعني من ونحن صغار بنسمع عنه، لساته موجود. جدني هيدي، تشوفوا كيف بخاتيك، يعني كتير عملية، بتحطوها بالجزدان وريحته شو بتجنن. يعني انا اول ما وصلني، حقلكن شي ما شاء الله علي صوفيا، اول واحد لازم يفتح اشياء بتوصلني، فاخذ ورش 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 كويس. يعني انا باخر البيت بشم الريحه، غسلت البيلوفر تاعولو لليوم، اقسم بالله انه الريحه بعدها فيه، ويعني بدولابه بس افتح الدولاب بتطلع هيدي الريحه، ريحته جد جد والله بتجنن ريحته وبتضاين، هيدا الاهم. يعني لما نحط شيء بنحب الريحه تبقى. نيكس كمان تعول الكوزميتيك عاملين تخفيضات، بس تخفيضات شو يعني محرزه. مثلا انا اشتريت هيدي الباليت تعول الهايلايت، عاملين عليها تخفيض 50%. هفرجيكم اياها، انا اوريدي ابتديت فيها على فكره. شايفين الالوان؟ واشتريت، بس هدول اشتريت منهم اثنين، هدول القلم تعول العين يعني الاي شادو، بس هو قلم بتحطوه على شكل كريم وفيكم حتى تكحلوا فيه جوا عينكم. بس هو اخذت هيدا اللون واخذت لونه على اساس ازرق فطلع موف. انا مصوره فيه فيديو اوريدي عامله هيدا الميك اب، بس لما تحطوا هاد ضروري تحطوا من فوقه شادو حتى تثبتوه لانه هيدا كريمي. كذلك توصلت من موقع عبر بلاتفورم اوكتولي من انجيليك افينيكير بهيدا الفيكساتور تاعو الحواجب، وعلى فكره بستعمله دائما حاليا، اللي بتحطوه على حواجبكم بعد ما رسمتوهم وبيثبت الحواجب، فكتير ناعم وحلو. واوريدي انا متوصله بالكيت تاعو اللي بنعمل فيه الحواجب اللي بيعطي فينش جدا طبيعي. بتمنى اكون فرجيتكم كل شيء من مشترياتي، اكيد ناسيه اشياء لانه اشتريت وخليتهم حطيتهم قلت حصور بعدين نسيت بعدين رجعت اشتريت بعدين قلت لا اليوم لازم اصور. فبتمنى انه فرجيتكم كل شيء. على العموم اذا لقيت شيء نسيت انه فرجيكم اياه، فاكيد موجود السناب شات، موجود الانستغرام اللي مش لازم تنسوا تتابعوني عليهم. وبس بتمنى انه فيديو اليوم عجبكم، ما تنسوا تخلوا لي تعليقاتكم واقتراحاتكم للفيديوهات الجايه. انا بقول لكم بحبكم كثير، وبنلتقي بالفيديو الجاي. باي باي.